تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد النائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه برقية تهنئة من سمو الشيخ علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمناسبة الإنجاز الرياضي التاريخي الذي حققه منتخبنا الوطني لكرة القدم بالفوز ببطولة غرب آسيا التي أقيمت في جمهورية العراق فيما يلي نص البرقية. صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة حفظه الله ورعاه ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يشرفني أن أرفع إلى سموكم أسمى آيات التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة الفوز المشرف لمنتخبنا الوطني لكرة القدم في بطولة غرب آسيا التاسعة لكرة القدم. إن هذا الإنجاز الرياضي الذي جاء تتويجا لدعم حكومي متواصل لقطاعي الشباب والرياضة، كما أنه ثمرة رعاية سموكم حفظكم الله ورعاكم للرياضة والرياضيين ودعم شباب الوطن في مختلف الأصعدة، يعكس ما وصلت إليه مملكة البحرين من مستوى متقدم في المنافسات الدولية بفضل الدعم والرعاية والإعداد الجيد والعزيمة والإصرار لدى أبناء البحرين، دعينا المولى جلت قدرته أن يديم على مملكة البحرين إنجازاتها في ظل العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى حفظه الله، ودمتم سموكم برعاية الله سالمين موفقين علي بن خليفة الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء.